بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة رؤساء الوفود، يسعدني أن أشارككم مجددا في هذا الاجتماع الهام، وأتوجه بالشكر للقائمين على تنظيمه لما تمثله قضية جذب الاستثمارات من قاطرة لا غنى عنها في تحقيق التنمية الشاملة المنشودة في قارتنا الإفريقية، فهي تشكل جزءا لا يتجزأ من مكونات الاستقرار نظرا لأثرها الإيجابي والعابر لقطاعات الدولة، لما يصاحبها من زيادة في فرص التشغيل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، فضلا عن إضفاء طابع من الثقة إزاء حالة الاقتصاد ككل، وبما يعزز من مساهمة القارة في سلاسل القيمة المضافة للعملية الإنتاجية على المستوى الدولي. وفي الوقت نفسه فعلينا إدراك أن هذا التأثير الإيجابي لا ينحصر في المحيط الإفريقي فحسب، بل تمتد آثاره عبر البحر المتوسط لجوارنا الأوروبي. في ظل تنامي الطبيعة المترابطة والمتشابكة التي باتت تتسم بها العلاقات الدولية على نحو غير مسبوق، وهو ما يفسر حرصنا جميعا على التحاور وتبادل الآراء بشكل متواصل في مختلف الأطر الدولية